عندك سكر وبتاكل عسل؟ انت اتجننت؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من خزعبلات الطب مع الدكتور بسام حامد سلامة. بنسمع كتير قوي تحذيرات من اشباه المثقفين يقول لك اوعى تاكل عسل انت عندك سكر. لعلمكم بقى انه العسل الطبيعي كل جرام يحتوي تقريبا على 3 كالوري، مريض السكر يحتاج الى 1500 الى 1800 كالوري في اليوم. تقدر تاكل عسل طبيعي، مفيش اي خوف عليك اذا انت في اطار الكمية المحددة من الكالوريز. بالاضافة الى ده، تعاطي العسل الطبيعي يسهم في تخفيض جرعة الانسولين ويسهم في زيادة فعالية ادوية السكر. اهلا وسهلا بكم في الحلقة القادمة من خزعبلات الطب مع الدكتور بسام حامد سلامة، ونهاركم عسل.